السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الأول من مادة الحاسوب للصف الخامس ابتدائي. درس اليوم سيكون عن مدخل إلى الحاسوب. درس اليوم سوف نتعرف على جهاز الحاسوب. جهاز الحاسوب هو عبارة عن جهاز إلكتروني يعمل بالطاقة الكهربائية. يقوم جهاز الحاسوب باستقبال البيانات ثم يقوم بمعالجتها ليخرج لنا هذه البيانات التي تم معالجتها على شكل معلومات. جهاز الحاسوب يعتبر من الأجهزة المفيدة جدا للإنسان والتي لا يستغني عنها في حياته اليومية. يتميز جهاز الحاسوب بالسرعة والدقة والتخزين. هناك فرق بين ما يعرف بالأجهزة الإلكترونية وجهاز الحاسوب، إلا أن في يومنا الحالي بعض الأجهزة الإلكترونية الذكية مثل الهواتف النقالة إلى حد كبير مشابهة لجهاز الحاسوب. استخدامات جهاز الحاسوب: يستخدم جهاز الحاسوب في مجالات عدة، من أهمها الطب والترفيه والتعليم، حيث يستخدم في المجالات الطبية لإجراء التحاليل وتحليل نتائج الفحوصات مثل تخطيط القلب والدماغ. ويستعمل أيضا في الترفيه، حيث يمكننا تحميل العديد من الألعاب التي يمكن أن نستعملها في وقت الفراغ للترفيه عنا. يستخدم أيضا الحاسوب في مجالات التعليم، حيث يتم تطبيقه في نطاق واسع في الجامعات والمعاهد العلمية في التعليم والبحث العلمي، حيث يستخدم في شرح الدروس، إجراء العمليات الإحصائية والتحليلية، ويستخدم في التقويم والامتحانات، ويستخدم أيضا في المكتبات. استخدامات الحاسوب لا تقتصر على هذه المجالات الثلاثة فقط، فهي تشمل جميع مجالات الحياة، منها على سبيل المثال المجالات العلمية والبحث العلمي، حيث يستعمل في معظم المجالات العلمية كالفيزياء وغيرها، ويستخدم لتحليل البيانات وفرزها ومقارنتها وإجراء العمليات الحسابية عليها. يستخدم أيضا في الطيران، حيث يقوم بتسجيل المعلومات الخاصة بالرحلات الجوية كساعة الإقلاع ووقت الهبوط ونوع الطائرة وعدد الركاب عليها وغيرها من البيانات الخاصة. الحاسوب يمكن أيضا استعماله في الأبحاث العلمية والمركبات الفضائية، حيث أنه يقوم بالتحكم في المركبات الفضائية، ويستعمل أيضا لدراسة الأرض من خلال الأقمار الصناعية. جهاز الحاسوب يعمل عن طريق ثلاث خطوات أساسية، هي إدخال البيانات، معالجة تلك البيانات لتخرج لنا على شكل معلومات. حيث أن البيانات التي نقوم بإدخالها إلى جهاز الحاسوب ما هي إلا عبارة عن أرقام وحروف ورموز وصور، يمكن أن ندخلها باستخدام وحدات الإدخال إلى جهاز الحاسوب. يقوم جهاز الحاسوب بمعالجة تلك البيانات، وذلك يكون عن طريق تطبيق عمليات حسابية عليها كالجمع والطرح والترتيب والفرز. ثم تنتج لنا المعلومات، وهي عبارة عن بيانات تم معالجتها. لإعطاء مثال توضيحي أكثر لكيفية عمل الحاسوب، يمكننا الاستدلال بالآلة الحاسبة، حيث أننا إذا أدخلنا العدد 1، في هذه الحالة يسمى الرقم 1 بيانات، وإذا قمنا بجمع عدد 1 مع عدد 1 مرة ثانية، فإننا قمنا بعملية إدخال البيانات، وعندما نضغط على يساوي فإن الحاسوب يقوم بمعالجة عملية الجمع وإنتاج لنا رقم 2، وهو يمثل المعلومات. إذن قمنا بإدخال البيانات وهي العدد 1+1، قام الحاسوب بمعالجتها وأخرج لنا المعلومات وهي الناتج. هل هناك أعمال لا يستطيع الحاسوب القيام بها؟ نعم، الأعمال التي لا يستطيع الحاسوب القيام بها هي الأعمال مثل الابتكار والتأليف. هذه الأعمال تقتصر على الإنسان، حيث أن الإنسان ميزه الله بالعقل والابتكار التي عن طريقها يستطيع ابتكار وتأليف كتاب أو مقال. في نهاية درس اليوم يجب أن نتذكر أن الحاسوب هو عبارة عن جهاز إلكتروني يعمل بالطاقة الكهربائية. يقوم هذا الجهاز باستقبال البيانات ثم يقوم بمعالجتها لتخرج لنا على شكل معلومات. يتميز الحاسوب بالسرعة والدقة والتخزين.
يستخدم الحاسوب في مجالات مختلفة من حياتنا اليومية، من بينها التعليم والطب والترفيه. الحاسوب لا يستطيع القيام بجميع الأعمال، حيث أنه لا يستطيع القيام بأعمال الابتكار وتأليف الكتب والمقالات. يواجب درس اليوم إن شاء الله حيكون من الكتاب المدرسي، الصفحات 15، 16، و17. وإلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس الثاني من مادة الحاسوب للصف الخامس ابتدائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.